السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الدفعه الثانيه من القفاف اللي غادي نوزع، ساهموا واحد جوج الناس الله يجازيهم بخير وزدت انا شي حاجه من عندي. المهم غادي نوريكم القفاف. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نجاوب على واحد السيده اللي علقات لي هذا الصباح. هذا قالت لي بلي الناس راه ما محتاجينش غير المواد الغذائيه، راه خاصهم الخضره اللحم والديسير. بغيت نقول لك اختي، راه كاين الناس اللي ما عندهم حتى باش يفطروا، عرفتي، باش يفطروا ما عندهمش. فعوض ما غادي ندي قفه انا ندي فيها اللحم وندي فيها يعني شي حاجه اللي غاليه، نقدر ندير اربعه القفاف واللي غادي يدوا لدوك الناس لواحد السيمانه بعدا ولا واحد 10 ايام في رمضان ويحن الله. هذا مكان، المهم غادي نوريكم القفاف شنو فيهم اللي جمعنا، وان شاء الله غادي نمشي دابا ناخذ دوك القفات وندير فيهم هذا الشيء ونفرقوا ان شاء الله العائلات. والله يجازي كل واحد عاوني في هذه المبادره هذه، شكرا لكم بزاف. كيف ما قلت لكم هادو هما القفاف، أربعة القفاف. بالنسبة للمكونات ديال القفة، هاد المرة ما جبتهمش كومبلي، كان واحد السيد ساهم بخمسين كيلو ديال الدقيق، عشرة كيلو عشرة كيلو، كانت بقات عندي حيت المرة اللي فايتة كنا دينا قفاف كومبلي كاملين مكمولين، وواحد السيدة ساهمت معايا بمواد غذائية ديال ثلاثة القفاف، وزدت أنا داكشي اللي بقى خاص باش نكمل القفة الرابعة. المهم في هاد القفاف كاين الزيت، اطرو الزيت، التمر، اتاي، الدشيشة، المقارونية، الزبدة لابريري، الفروماج، لي بات، المطيشة ديال الحك، كسكسو، الحليب، كونفيتور، السكر، الروز، العدس والحمص. المهم هادو هما المواد الغذائيه اللي كاينين في هاد، المهم الناس داكشي اللي غادي يحتاجو الناس في هاد رمضان هذا. واخا كيف ما قلت لكم داكشي اللي داهم، المهم راه غادي يعاونهم، ماشي بحال الا ما كاين والو. وهاد الناس اللي كنعطيهم راه محتاجين ديال بصح، يعني راه ما عندهمش اللي يعاونهم وما خدامينش في هاد الوضعيه اللي كاينه دابا. لهذا كنتمنى من اي واحد ميسر عليه الله يتعاون مع الناس، يشوف جيرانه ويشوف الناس اللي حدا، الناس اللي يسول على الناس اللي محتاجين. بزاف الناس كيقولوا ان راه هذيك القضيه ديال المغرب راه ما تباتش بالعشاء، راه كاين الناس اللي كيباتوا بالعشاء، غير شوفوا قلبوا عليهم الله يجازيكم بخير. المهم غادي نمشي نجيب القفاف ندير فيهم هذا الشيء ان شاء الله، ونمشيو نفرقوهم في مدينه اكادير بطبيعه الحال. هذا ما كان، بقاو معايا. الحمد لله مشيت نجيب القفاف باش ندير فيهم سميتو، زدنا جوج قفات هما، دابا ولاو سته القفات. سبحان الله رزقهم مكتب لهم اليوم يمشي لهم. المهم حنا دابا نديرهم في القفات وغادي نمشي نفرقهم ان شاء الله. المهم القفات هما هادو اللي جمعناهم، هادو ما لقيتش القفات كاع ما كاينينش، جمعتهم هكا. المهم نمشيو نفرقهم دابا ان شاء الله. ماشي مزيان، ماشي مشكل، على الامانه ديالك. سمحوا لي بزاف، ماشي مشكل. امين يا رب، يفرحكم. يلا الله يسهل عليك. امين يا رب. المهم على الامانه ديالك. الله يسهل عليك. ماشي مشكل. اوكي اختي. يلا الله يعاون اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك الخير اخويا. مرحبا اختي، الله يعاونك. مرحبا. الله يسهل عليك. الله يعاونك. السلام عليكم حجة، دايرة بخير؟ على الأمانة ديالك. الله يعاونك أخويا، الله يحفظك. المهم هنا يكون سال الفلوق ديالنا، فرقنا ستات القفاف في نواحي أكادير كامل. المهم اللي مازال بغى يساهم مرحبا، مازال كاين الناس اللي محتاجين. ما تصوروش الفرحة ديال دوك الناس فاش دخلنا عليهم قفة اللي تتسوى 230 درهم تقريبا، فيها بزاف المواد اللي غادي تنفعهم في هاد العواشر هادي. هذا ما كان، متنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو. تهلاو في راسكم.